يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، الإسكندرية 31-23، مطروح 28-22، بورسعيد 31-24، والإسماعيلية 37-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24، العريش 32-22، طابة 37-26، شرم الشيخ 41-30، والغردقة 40-30. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 30، أسوان 45-31، الوادي الجديد 41-29، شلاتين 41-28، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.